Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You're all welcome here again with me, Mr. Muhammad, in a new lesson, a new unit with fourth grade. أهلا وسهلا فيكم في درس جديد وموضوع جديد من مواضيع الصف الرابع. Today, inshallah, we have revision. Unit 5, revision. What does it mean, revision? Revision means مراجعة. ما تنسى أنه حرف الاس I O N المقطع حيلفظ جن تمام ولكن إذا سبق بحرف S يعني صار double S S S I O N بصير شن تمام يا بطل مية مية أوكي قبل ما نخوض في أي شيء في هاي الوحدة المراجعة حابب أنوه لنقطة لأولياء الأمور إحنا طبعا لنا فترة بنتعلم من خلال هاي الفيديوهات ولكن طبعا بيكون في فرق كبير بين اللي هو التعليم بالفيديو او التعليم الوجاهي لهيك انت لازم تتاكد من اتقان اللي هو الطالب ل اللهم صل على سيدنا محمد لمهارات كل وحده لهيك برجع انا على كل وحده براجع النقاط الاساسيه الموجوده فيها بعد هيك بنتقل للوحده الثانيه والثالثه والرابعه بعد هيك بترك الطالب يحل او يتابع اللي هو الموضوع الخاص بيونت 5 اللي هو الريفيجن بيسهل عليه امور كثير وبيتقن هاي الامور لانه بعد هاي في كل مرحله بيكون عندنا اختبار نصفي تمام وان شاء الله بنرجع للمدارس وبناخذ اختبارات وبنشوف ان شاء الله انت بتتقن جميع هاي المهارات ففي الصف الرابع تكلمنا في الوحده الاولى عن a new friend فبسال الطالب اللي هو معاني مفردات مثلا what does it mean new جديد what's the opposite old what does it mean friend صديق باجي كمان على الأشياء الأساسية في الوحدة كان معنا اللي هو الأسئلة الأساسية اللي هو الحوار البسيط مثلا Good morning What's your name How old are you How are you Where are you from How many brothers and sisters do you have وهذا السؤال اللي احنا ضفناه الجديد How many brothers and sisters do you have طبعا تعرفنا على فيونا وهالة ووليد وحمزة تمام وسألنا عن الأشخاص مثلا فيونا Where is she from? She's from Britain She's from London هالة Where is she from? She's from مثلا اللي هو بيثلهم تمام وخدنا انه الهي for boys She for girls etc. وتكلمنا بعد هيك عن نقطة تانية اللي هو عن الجوبس عن المهن what does your father do or what does your mother do تمام ماذا تفعل ماذا تعمل أمك ماذا تعمل اللي هو ماذا يعمل والدك وأخذنا باقي أعضاء العائلة وأخذنا المهن لهيك بتراجع المهن أعضاء العائلة والحوار تمام إذا أتقنت هاي المرحلة بننتقل للوحدة الثانية our house نحفظ الخمسة اللي كانوا معنا bedroom bathroom living room kitchen garden وبنحفظ كمان الأنشطة اللي بنقوم فيها في كل اللي هو في كل بيت أو في كل غرفة مثل الموجود معنا هالجيت تمام مثلا في living room كان watching TV كان في عنا sleeping في bedroom كان في عنا cooking في الكيتشن reading a newspaper في الجاردن كان عنا كمان اللي هو اللهم صل على محمد having a shower في bathroom تمام بعد هيك انتقلنا للوحدة اللي بعديها الخاصة ب lost lost يعني الأشياء الضائعة مثلا واحد بيقول لي I can't see or I can't find my bag مش لاقي حقيبتي بدل عليها من خلال المكان والسؤال عن المكان كنا نسأل ب where تمام والسؤال عن النشاط كنا نسأل ب what فأنا لما بدي أسأل بدي أقول what a mess what a mess إيش هالفوضى وبدي أسأل عن أغراضي where is my bag هتحكي لي باستخدام حروف الجر أخذنا in بداخل on فوق under تحت between بين in front of أمام behind خلف تمام بعد ما تتقن هاي الأمور أخذنا الضمائر here و there و his تمام
نحفظهم. انتهيت من الوحدة الثالثة، بنتقل للوحدة الرابعة اللي هي shopping list. shopping list اللي هو قائمة التسوق، وكان عندنا بدنا نحفظ المحتوى وإيش بنضاف هذا المحتوى. مثلا بحكي a kilo of potatoes, a can of olives, bucket of biscuits, bottle of lemonade. تمام. a bag of pasta, a carton of milk. بعد ما يتقن هاي الأشياء بعمل الحوار اللي كان موجود معنا اللي هو what would you like, ماذا تريد, I'd like إلى آخره. مثلا بقول له here you are, anything else. مثلا إذا بده أي شيء تاني بحكي لي yes, أو إذا بدوش بقول لي no thank you. how much is it, قديش السعر, بحكي له السعر اللي هو حفظنا الأرقام من 20 أو من 10 حتى 100 100. بعد هيك بنودع ونقول له goodbye وهيك بيكون انتهى الحوار الموجود معنا. تمام. اذا اتقن الطالب جميع هاي المهارات بيكون اموره تمام ومية المية، وبعد هيك بيقدر يحل امور الوحدة هاي بكل بساطة وبكل سلاسة. اوكي. So today ان شاء الله we're gonna start with this unit. Are you ready? Okay, let's get started. في الوحدة الموجودة عندنا revision، الخيار الأول أو النشاط الأول write, tick or false اللي هو ضع إشارة صح أو خطأ, listen and check. we're gonna listen and check يعني بعد ما نحل بدنا نستمع ونجيب عن هاي الجمل الموجودة. فانظر إلى الصور. لو أنا بدي أنظر لهاي الصور، الصور الموجودة معنا كل صورة تحتيها جملة معينة بدي أقرأ وأجاوب. تمام. في عنا بنت هيها she's. تمام. watching لاحظ في هنا في is، ودائما مع is لازم يجي وراها الفعل المضاف إليه وإيش قلنا ing. أوكي انتبه لهاي النقطة. she's watching TV، هيها بنت وبتتفرج على إيش، على التلفاز، فإجابة إيش صحيحة. number two he isn't sleeping، أخذنا النفي بإضافة not. is not, isn't, are not, aren't, or am not. تمام. فايش بيقول لي he isn't sleeping، هو ليس نائم، وهي اللي جابش برضو صحيحة. so what he doing, what's he doing, he is playing with toys. okay. number three they are playing with toys. طب هدول playing with toys absolutely not. so we're gonna write wrong. okay. what are they doing? That's good. They are cooking. Okay. Okay. Where is he? Where? Aina. Where is he? Excellent. He's in the garden. What's he doing? He's reading a newspaper. So it's okay. So if he writes he isn't reading a book, هو لا يقرأ كتاب. He's reading a newspaper. It's also correct. Okay. Next, they aren't drawing. لاحظ هم قاعدين drawing. تمام. هو كاتب هنا نفي، فالنفي هذا نفى الفعل الموجود عندي، لكن الإجابة إيش تطلع خاطئة. نجي على الجملة الأخيرة she isn't having a shower. I think she brushed her teeth, so it's okay. هو أو هي لا تستحم، فالإجابة صحيحة لأنه هي لا تستحم. she brushed her teeth. تمام. هاي الإجابات الموجودة عندنا. طبعا احنا حابين نتأكد من هاي الإجابات. حلقت راح يحكي فقرة صغيرة عن كل شخص، وين هو وإيش بيعمل، وممكن ينفي هاي الجملة. تمام. فبالنفي أو بالإثبات أو بالمكان راح تستمع وتتأكد من الإجابة هل هي صحيحة أم خاطئة. الهدف مش فقط التأكد، الهدف تعرف تسمع، الإشي الثاني تعرف على المكان اللي هو موجود فيه، الإشي الثالث تربط المكان بالنشاط اللي هو بيكون فيه. أوكي؟ So are you ready? سيب كل اللي في ايدك واسمع معنا. يلا شوف. Track 41. 1. Nora's in the living room. She's watching TV. 2. Hamza's in his bedroom. He isn't sleeping. He's playing with his toys. 3. Fiona and her mother are cooking in the kitchen. 4.
Fiona's dad's in the garden. He isn't reading a book. He's reading a newspaper. 5. Walid and Hala are at school. They're drawing. 6. Amal's brushing her teeth in the bathroom. تمام هيك يا بطل؟ هاي بالنسبة للإجابات تأكدنا منها وعرفنا المكان وعرفنا النشاط. بعد ما انتهينا من النشاط الأول موجود عندنا نشاط تاني listen and say. في هذا في استماع نفس النشاط اللي فوق لكن هو راح يسألك أسئلة. فأنت ممكن أنت تنفي جملة تعملها مثلا بحكي في الجملة الأولى Where's she? She's in the living room. What's she doing? She isn't sleeping. She is watching TV. وبكمل باقي الأشياء. بسأل عن هذا الشخص. Where is he? What's he doing? Where are they? What are they doing? Where is he? What is he doing? Where are they? طبعا في الفيديو ايش حكى؟ They are at school. Okay? What are they doing? They are drawing. Excellent. Where is Amal? She's in the bathroom. What's she doing? She's brushing her teeth. تمام؟ هذا بالنسبة للنشاط وهي جايب لي مثال على الإجابات ممكن أحكي isn't in the bedroom. He's in the garden. She isn't sleeping. She's drawing. It's a drawing. Okay, هذا كتطبيق على النشاط الأول. بعد ما انتهينا من النشاط الأول في عندنا نشاط ثاني بيراجع الأنشطة والأسئلة اللي أخذناها في الوحدة الأولى وفي الوحدة الثانية وبيحكي لي عن read and match. read راح نقرأ match راح نوصل. فالسؤال الأول إيش بيحكي؟ number one where's mom؟ أين أمي؟ she isn't in the bedroom. هي ليست في غرفة النوم. مدام سأل هنا where تمام يبقى الإجابة إيش حتكون؟ مكان. فأنا لو أجي على هاي الأشياء في عنا مكان اللي هو see he's in the garden وفي عنا she's in the kitchen. هذول الاثنين مكانين تمام. لكن مكتوب عندي إيش هنا؟ she مكتوب mom. مدام mom اللي هي أنثى she فراح أضع اللي هي she's in the garden فوصلها مع مين؟ مع E. أوكي؟ number two how old are you? how old؟ أيوة أي سؤال بيسألك how old اللي أخذناه في بداية هذا الفيديو كم عمرك؟ أوكي؟ how old are you? I'm 10. That's good. where is that? where أين للمكان بدنا اسم مكان وداد اللي هو ولد يبقى حيبدأ بإيش؟ بهي. في عنا اللي بيبدأ بهي وفي اسم مكان garden اللي هي حديقة اللي هي سي فبوصلها مع مين؟ مع سي. أوكي؟ next How many brothers and sisters do you have? كم عدد الإخوة والأخوات لديك؟ تمام؟ فبحكي هاي في عندي how many في عنا one sister وفي عنا هنا one brother. So it's here. Okay. What does your mom do? What does your mom do? لما يحكي في عندي does في عندي do فهي ماذا تفعل؟ ما مهنتها؟ ما مهنة أمي؟ والثانية نفس السؤال What does your dad do? الفرق اللي هيكون عندك إنه dad مذكر mom إيش؟ مؤنث المؤنث فيه لها she For where is she? هي she عندنا nurse أما هاي إله مذكر والمذكر بقول له he's an engineer لاحظ ليش وضع هنا an لأنه بدأ بحرف إيش؟ حرف متحرك أما هنا وضع A لأنه هنا بدأ بحرف إيش؟ حرف ساكن تمام يا بطل؟ لو أنت طبقت اللي أخذناه في البداية تجعل ابنك يحل هذا السؤال لوحده ورح تشوف إنه بحله بكل طلاقة وبكل سهولة أوكي؟ وما تنسى إنه في سؤال مثل هذا إما بيجي في حوار أو بيجي في طريقة وصل اللي هو في قسم السبيكينج في الاختبار لكن خد بالك من هيك من هذه الأسئلة أوكي؟ ننتقل للتمرين اللي بعده بسم الله في التمرين الأخير طبعا أنا راح أحل أول تنتين ولكن الباقي راح يكون إلك homework واجب بيتي تمام؟ في الجزء الأول بيقول لي write يعني أكتب
بدنا نكتب أشياء خاصة بالصور الموجودة عندي. ففي عندي صورة اللي هي وضعها للكيتشن، وضع عندها X. This is a living room. مش وضع عندها أي إشارة، تمام؟ ففي الجزء الأول اللي هو بدنا ننفي الجملة، أما بالجزء الثاني بدنا نخلي الجملة إيش؟ إثبات. فالأول صورتين بيحكوا عن أنشطة، عن مكان. الصورة الثالثة والرابعة بيحكوا عن إيش؟ عن أنشطة. فلو أنا بدي أجي على الصورة الأولى، He isn't in the kitchen. هو ليس في المطبخ. إيش حكمل الجملة الثانية؟ حقول he is in the what's this place? It's living. تمام؟ وبضع اللي هي إشارة full stop نقطة. هيك بيكون الجملة كاملة ومكتملة. تمام؟ باقي طبعا انا ساعدتك في الجمله الاولى. الجمله الثالثه خاصه بالنشاط. فالنشاط الموجود عندي بيقول هي isn't having a shower. هاي في عندي having a shower. باجي اكمل هو ايش بيعمل؟ She is playing with toys. Playing with toys. هذا بالنسبه للنشاط الموجود معنا. بدي هذه الانشطه الثلاثه تكتب لي اياهم، جمله بالنفي عن الصوره الاولى، والجمله الثانيه بالاثبات. انا ساعدتك في تنتين، انت راح تحل الثلاثه، تكتب لي اياهم على دفترك بخط حلو وتبعث لي هاي الجمل. بتمنى الدرس كان خفيف ولطيف، وما تنسى انه مراجعه، يعني لهيك لازم تكون عارف ومراجع الجمل السابقه والدروس السابقه. طبعا يمكن تحكي انه احنا بنغلبك في الدروس السابقه، لا، هذا الاشي هو اللي راح يساعدك انك تتقن جميع المهارات. دائما لما تاخذ الدرس وتتقنه وتكمل باقي الدروس، وحده المراجعه لازم تيجي وتراجع جميع هاي الدروس حتى تكون متقن جميع هاي المهارات، اوكي؟ لهيك مش لازم انا اراجعهم مع بعض، ممكن مثلا اليوم اراجع الدرس اللي هو الوحده الثانيه واحل عليه تمارين، او الوحده الاولى واحل عليها تمارين، تمام؟ بعد هيك اراجع الوحده الثانيه، اراجع الوحده الثالثه، معنا فتره طويله. اليوم هي اخذنا فيديو مراجعه، لسه لما يجي موعد الحصه الثانيه حيكون عندنا فيديوهين ايضا لباقي وحده المراجعه. اتمنى لكم اوقات حلوه، وان شاء الله نراكم في دروس قادمه. And see you soon. إلى اللقاء.